عقد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وشريف الشربيني وزير الإسكان اجتماعهما الثاني خلال شهر لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك لتنمية بعض الأصول والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال العام. تابع الوزيران خلال الاجتماع موقف ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الماضي وما توصل إليه المختصون من الجانبين في الملفات المشتركة، كما ناقشا آليات وفرص التعاون في تطوير وتنمية بعض الأراضي التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام والواقع بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول. وقع وزير الزراعة علاء فاروق ونظيره الروماني فلورين باربو الخطة التنفيذية للتعاون بين البلدين في الأنشطة الزراعية المختلفة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية والتي تعقد في العاصمة بوخارست. وعقب التوقيع قال الوزير إن خطة العمل التنفيذية لمذكرة التفاهم تتضمن التعاون في مجالات الإنتاج النباتي وقضايا الصحة النباتية وتبادل المعلومات الخاصة بالصحة النباتية وجعلها سارية النفاذ في كلا البلدين وتطوير إنتاج البذور ونقل التكنولوجيا وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة والإنتاج الحيواني والبنية التحتية الزراعية المعنية باستصلاح الأراضي. وفي سوق المال حيث تعافت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء انتفاعية على الأسهم في قطاعات متنوعة بعد الهبوط القوي غير المبرر الذي سجلته الأسهم خلال جلسة أمس، واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 30 مليار جنيه من خسائره التي مني بها في جلسة أمس ليغلق اليوم عند مستوى 1.202 تريليون جنيه مقابل 1.172 تريليون جنيه أمس. على صعيد المؤشرات، سجل مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 ارتفاعا بنسبة 1.5% ليسجل نحو 31175 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.73% لينهي التعاملات عند مستوى 7503 نقاط. وامتد التعافي إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف 1.68% لينهي التعاملات عند مستوى 10700 نقطة. في أسواق البترول العالمية، وصلت أسعار النفط خسائرها مع تغلب ضعف أساسيات الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية على زيادة مخاطر تعطل الإمدادات بسبب الصراعات في الشرق الأوسط والإعصار ميلتون في الولايات المتحدة. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.35% إلى 76 دولار و14 سنتا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29% إلى 72 دولار و62 سنت. انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.11% لتصل إلى $2.32 سنت للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.91% لتسجل نحو $2.86 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في ظل ترقب تطورات التوتر الجيوسياسي في المنطقة. انخفض مؤشر البورصة السعودية 0.8%، بينما تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.2% مع خسارة سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1%. أما في أبو ظبي فارتفع المؤشر بنسبة 0.3%.